المغرب ومبروك لينا والشعب المغربي كامل وديما حمراء وفيف لوروا عاش الملك. الركراكي شي حاجة فوق العادة، الركراكي عقلية متطورة في كرة القدم المغربية، وإن شاء الله غادي نديو معاه كأس العالم إن شاء الله. حنايا فرحانين بزاف لهاد الماتش هذا، وفرانشمون بنون كنا كنتخايلوا أنك غاتماركي هذا البيت، ولكن هاني أنت ديالنا ديما خضراء وديما مغرب وصافي بليزير وميرسي بوكو وديما مغرب. سيفت العاقة المغرب باقة وغنبقاو إن شاء الله، وحنا فرحانين بزاف وجيتي السعداء، ماشي حنا المغرب كامل سواء في البلاد ولا برا البلاد، جيت فرحانين سعداء وتنقولوا للمنتخب راكم رجالة. الركراكي لعب شوية مرة مرة على الهجوم. الحمد لله هذا من فضل الله عز وجل، الحمد لله فوز مستحق، الحمد لله شكرا بزاف أسود الأطلس فرحتونا، والحمد لله لك فوز مستحق، الحمد لله الحمد لله. الصراحة ما كناش نتوقع هادي، أوه تحية الركراكي وديما مغرب ديما مغرب مربوحة مربوحة. شوف شوف مغاربة مربوحة، هذه البداية هذه البداية ومسال مسال. مبروك علينا بهذا الربح هذا، وكما قلت التوقع ديالي الأول قلنا غادي نخرجوا أشواط إضافية مربي الامتياز، وعندنا ياسين بونو ما نخافوش، وداك الشيء اللي كان ياسين بونو جبدنا ثلاثة بلانتيات حمرنا وجهنا، وبرافو الدراري وديما مغرب ديما مغرب ديما مغرب. دار واحد التلاحم وتآزر كبير، وقفوا مع الأسود، وقفوا مع الناخب الوطني اللي هو الركراكي، والد الركراكي، وحنا كنشكروا بزاف والد الركراكي من 1930 ما عرفت شناهو، ما تخديناش بحال التعلق كاع، وان شاء الله غادي نربحوا البرتغال كيف ما ربحنا سباليون وربحنا بلجيكا، وهذا التعلق غادي نبقاو فيه ان شاء الله تنديو الكاس العالم.